هذه السائلة إحدى الأخوات تقول: كيف تتقى العين؟ تتقى العين بذكر الله عز وجل والتوكل على الله وعدم الوساوس يعني ما يعلق بالنفس من الوساوس والشكوك في الناس. تتقى العين بهذه الأمور، بذكر الله عز وجل والإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن، حسن الظن بالله عز وجل والتوكل على الله. نعم.